نطلب من أبطال كرة السلة رجال وسيدات يتفضلوا على المنصة. الفريق الأول للرجال حصل على بطولتي الدوري العام المرتبط وبطولة كأس مصر، أما في فرق قطاع الناشئين حصدت الفرق بطولتي الجمهورية تحت 18 سنة وتحت 16 سنة وبطولات منطقة القاهرة تحت 18 سنة 16 سنة و 13 سنة. أما في قطاع كرة السلة سيدات الفريق الأول دائما على موعد مع كتابة تاريخ جديد لأنفسهن وللنادي الأهلي بحصولهن على الرباعية التاريخية بالفوز ببطولة الدوري المرتبط والدوري العام وبطولة كأس مصر ومنطقة القاهرة في سابقة لم تحدث منذ عام 2007. وفي قطاع الناشئات حصدت فرق تحت 18 سنة و16 سنة بنات المركز الأول لبطولة الجمهورية وبطولة الدوري المرتبط تحت 16 سنة، وفي بطولات منطقة القاهرة حصلت فرق تحت 18 سنة و16 و14 سنة على المركز الأول. نشوف مع حضراتكم بعض اللقطات عن كرة اليد.